ثبت عينك على يسوع وما تتطلع وراك. بصراحة أنا ما كنتش عايزه يخلص الترنيمة لا هو ولا بيتر، وعلشان كده دي الحلقة الوحيدة يمكن اللي هطلب منهم الترنيمة تاني بعد ما أقول تأمل بسيط في قصة النهاردة، لأني بالنسبة لي أنا دي قصة فرح. هطلب منهم الترنيمة مرة تاني وهنقول الترنيمة نختم بيها الحلقة، علشان يا رب تكون حفظت الترنيمة وتكون مثبت عينك على يسوع مهما كانت الظروف. في قصتنا النهاردة القصة الحقيقية المؤثرة في حياتي جدا، حينما توقف تنفس يوسف واحنا بنعمل له عملية اللوز اللي هي البلعيم الزلعيم، بنعمل له العملية في سنة 98 لما كان في كي جي 1 سنه 4 سنين، والتنفس بتاعه وقف، وبدل ما يخرج بعد ما جابوا اللوزتين ومفروض يطلعوا يطلع يخرج يعني، وقالوا اللي وراه اتأخر وحصل ريسبيراتوري فيلير، وقف التنفس والقلب كان منتظرين يقف في أي وقت وبيعملوا له تنفس طبعا بسبب يعني، قالوا بعد كده طبعا انه عنده مشكلة في البنج يعني التخدير أسيتايل كولين اللي كان بيعملوا بيه. المهم انه ساعتين ونص بدون تنفس، والسيدات اللي في المستشفى بتحاول تعزي مراتي وتقول لها يعني البركة فيكي ولسه انت صغيرة. عايز اشاركك علشان هنرنم الترنيمة دي كلها تاني في 3 نقاط سريعة. النقطة الاولى استجابة من الرب العظيم. انا بقول لك صدقني لا يوجد مثل الصلاة، وللأسف الشديد دايما نصلي بعد ما ندور على كل الحلول التانية، مع انه الصلاة هي الأساس. لما أكون تعبان أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تشفيني، أنت اللي تريحني يا يسوع. لما أكون مريض، لما تبقى الأبواب ما... الواد بيموت قدامك يعني، طلبنا من الرب وراح الدكتور عادل نصحي وحط إيده على الولد وصرخ في العيادة يا أخي بصوت عظيم، ياللي أقمت لعازر، ياللي أقمت ابن أرملة نايين، ياللي أقمت ابن تيايروس، أقم هذا الصبي. ويا أخي هو قال لي أنه كان عنده إيمان أنه في الحال يقوم، بس استمر فترة لغاية ما التنفس رجع وما كنتش يعني. دي النقطة الأولى، استجابات الرب العظيم. وبشجع كل واحد يمكن عندك أمراض ويمكن ليك سنين، استمر صلي. الصلاة بتعمل حاجات عظيمة جدا، الصلاة بتشفي من المرض، والصلاة لغاية ما تشفي من المرض بتشفي نفسيتنا وتدينا قوة وتدينا احتمال. اطلب الرب، اصرخ للرب، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. صلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه. هذه آيات من حقنا نستخدمها. مكتوب كده في سفر الخروج أصحاح 15، مرضا ما مما جعلته على المصريين لا أضع عليكم، لأني أنا الرب شافيك. اصرخوا، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. اصرخ للرب. يمكن في أزمة مادية، يمكن في احتياج، يمكن الأسرة بتاعتك بتنهار، يمكن في يمكن في اضطهاد، أنا ما أعرفش. يلا يا مؤمن يا مهموم، زي ما سمعنا من أيا كانت ظروفك، صدقني الوقت اللي بتدخل فيه مخدعك. هلما يا شعبي ادخل إلى مخدعك واختبئ نحو لحيضة حتى يعبر الغضب. حط إيدك على الأمر وصلي بإيمان كما عمل جد الولد دكتور عادل نصحي، وصلى والرب استجاب ورحمنا. دي النقطة الأولى، استجابة من الرب العظيم. لكن النقطة الثانية، طيبة الرب الرحيم. افتكرت أبو فروديتس اللي لما كان مريض وربنا شفاه، الرسول بولس يقول كده، فإنه مرض قريبا من الموت. ويوسف ابني فعلا لواحد التنفس بتاعه راح، وقف التنفس حوالي 2.5 ساعة، مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه، وليس إياه فقط بل إياي أيضا، لألا يكون لي حزن على حزن. أطلب رحمة الله، كيريا ليسون يعني يا رب ارحم. علينا أن نصلي نطلب رحمة الله. مكتوب أنه علينا في رسالة يهوذا، اطلبوا رحمة الله منتظرين رحمة الله للحياة الأبدية. رحمة الله للحياة الأبدية هي مجيء الرب التاني، لكن على ما المسيح يجي اطلب رحمة الله في كل ظروف حياتك، والرب رحيم جدا، رحيم جدا. يبقى اتكلمت كلمة عن استجابات من الرب العظيم.
ثم طيبة الرب الرحيم، وأخيرا الشونامية وإبراهيم. قلت لمراتي مش هوعظ على الشونامية تاني. الشونامية أحلى شخصية أحب أوعظ عنها الشونامية، بس وعدتها مش هوعظ عن الشونامية ولا إبراهيم. إزاي الشونامية دي ابنها مات مش كان بيموت ورفعته؟ طبعا فهمت الحاجات، يعني إحساس. عشان كده أنا إذا كنت مش بحس بيك لما بتفقد تفقد ابنك، تفقد مراتك، تفقد جوزك، تفقد ابن، أنا بدأت أحس شوية بعد الموقف ده. بس اللي حاسس بيك ربنا، وهو اللي يقدر، اللي إدى الشونامية سلام وسط الظروف الصعبة، يديك سلام ويديك سلام، تقدر تحصل على هذا السلام. طبعا قلت لك كده، الولد لسه ما كانش قام، لكن لما قام الولد بستمر أوعظ عن إبراهيم وعن الشونامية، بس عارف قد إيه هما عظماء. دلوقتي مرة تاني هنعيد الترنيمة ونختم بها هذه الحلقة المميزة، ثبت عينك على يسوع. ثبت عينك على يسوع وما تتطلع وراك، خط الموج وخط الريح ربك دايما معاك. ثبت عينك على يسوع وما تتطلع وراك، خط الموج وخط الريح ربك دايما معاك. انا عارف انك حيران مهموم وقلبك تعبان، انا عارف انك حيران مهموم وقلبك تعبان، لا قادر تشعر بالراحه وخايف محتاج الامان. عذاب بوسط البحر والموج عليك الفجر، عذاب بوسط البحر والموج عليك الفجر، حتى عمرك كله ضجر وقلبك مجروح انكسر. عذاب بوسط البحر والموج عليك الفجر، عذاب بوسط البحر والموج عليك الفجر، حتى عمرك كله ضجر وقلبك مجروح انكسر. لا ما تخاف واوعى يهمك، ربك قادر يرفع همك، لا ما تخاف واوعى يهمك، ربك قادر يرفع همك، جاي لعندك جاي يضمك، جاي ينجي من الخطر. دفت عينك على يسوع وما تتطلع وراك، خط الموج وخط الريح ربك دايما معاك. دفت عينك على يسوع وما تتطلع وراك، خط الموج وخط الريح ربك دايما معاك. يلا يا مؤمن يا مهموم من احزانك اصحى وقوم، يلا يا مؤمن يا مهموم من احزانك اصحى وقوم، خلي الفرحه فيك تدوم حتى كل الهموم. يلا يا مؤمن يا مهموم من احزانك اصحى وقوم، يلا يا مؤمن يا مهموم من احزانك اصحى وقوم، خلي الفرحه فيك تدوم حتى كل الهموم. مهما عليك الشر بيكبر، جيش ابليس عليك بيقدر، مهما عليك الشر بيكبر، جيش ابليس عليك بيقدر، خلي ايمانك يكبر اكتر، ما ضلك قاعد مهزوم. دفت عينك على يسوع وما تتطلع وراك، خط الموج وخط الريح ربك دايما معاك. دفت عينك على يسوع وما تتطلع وراك، خط الموج وخط الريح ربك دايما معاك. انا عارف انك حيران مهموم وقلبك تعبان، انا عارف انك حيران مهموم وقلبك تعبان، لا قادر تشعر بالراحه وخايف محتاج الامان. ثبت عينك على يسوع.